نصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد شهور طويلة من التجاذبات وتبادل الانتقادات على خلفية عزل محمد مرسي بثورة شعبية، ولا جديد هذه المرة سوى أن رجب طيب أردوغان أصبح رئيسا لتركيا، ووجد في المنصة العالمية مكانا للتشكيك بشرعية نظيره المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي. في الوقت الذي تم فيه الانقلاب على رئيس منتخب من قبل الشعب وقتل الآلاف ممن خرجوا يسألون عن مصير أصواتهم، اكتفت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية بمجرد المشاهدة وأضفوا شرعية على ذلك الانقلاب. جماعة الإخوان المسلمين ذات الصلة الوثيقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة تقع تماما في خلفية هجوم أردوغان على السيسي، فالرئيس التركي لم يتوقف عن وصف ثورة يونيو الشعبية بالانقلاب. في المقابل نددت وزارة الخارجية المصرية في بيان بتصريحات أردوغان متهمة إياه بدعم الإرهابيين سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء بهدف الإضرار بمصالح شعوب المنطقة تحقيقا لطموحات شخصية، علاوة على سعيه لإثارة الفوضى في الشرق الأوسط بحسب البيان. انتقادات أردوغان اللاذعة للسيسي دفعت وزير الخارجية المصري إلى إلغاء اجتماع ثنائي طلب نظيره التركي عقده على هامش أعمال الجمعية العامة وفقا لبيان الخارجية. مستشار مفتي الجمهورية استنكر استمرار تطاول الرئيس التركي على مصر وشعبها، معتبرا أن كلمته تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمصر. بشاير المطيري، العربية. معي مباشرة من القاهرة أسامة عبد العزيز، الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن التركي. سيد أسامة، أهلا وسهلا بك. يعني في العرف الدبلوماسي يعتبر ما قاله الرئيس أردوغان بالأمس أكثر من تدخل في الشؤون الداخلية لمصر، لا بل تطاول كما قال المفتي على مقام الرئاسة وعلى مصر. سؤال، ماذا تملك مصر من وسائل وأوراق ضغط في مواجهة أردوغان؟ طيب، يعني من المؤكد انه الحكومة المصرية تملك العديد من اوراق الضغط على حكومة رجب طيب اردوغان، خاصة وانه ما فعله سابقة تكاد تكون اولى من نوعها في تجاوز، في تطاول، في تدخل في الشأن الخارجي لدولة اخرى. اردوغان لازم نعرف انه عنده ابعاد نفسية، لانه لما رأى عبد الفتاح السيسي نجح بشكل مذهل في القاء كلمته امام الامم المتحدة وحصل لي نوع من انواع الاحتضان الدولي والاعتراف بشرعيته بشكل كامل على مختلف الابعاد، وشفنا القاعة كانت مكتظة تقريبا عن آخرها. طيب، وقت كلمة عبد الفتاح السيسي، لكنه في الوقت اللي أدى فيه أردوغان كلمته كانت القاعة خاوية. أنا عايز أقول أنه اللي دفع أردوغان إلى أنه يصل إلى هذه النقطة هي أبعاد نفسية. طيب إيه بس سؤالي، عودة يعني إلى سؤالي يا سيد عبد العزيز، ماذا تملك مصر من وسائل ضغط من أوراق؟ اتهمته اليوم بأنه يرعى الإرهاب، هل لديها أدلة ملموسة دامغة يمكن أن تتقدم بها إلى المحاكم الدولية ضد أردوغان بأنه يدعم ويمول الإرهاب؟ شوف، هذه حقائق ثابتة، ما نقدرش ننكر انه أردوغان او حكومة العدالة والتنمية في أنقرة تدعم الإخوان المسلمين. كل ما حدث في مصر منذ 30/6 من أعمال تخريب كان في جانب منها أردوغان وحكومته، جانب منها وراءها أردوغان وحكومته. الحكومة المصرية او الخارجية المصرية لن تستطيع أن تقول مثل هذا البيان إلا وإذا كانت لديها أوراق. أظن الكل يعلم الآن أن تركيا متورطة في دعم تنظيم داعش. أظن كل المعلومات وكل البيانات واضحة في هذا الأمر. أردوغان يخشى جدا من الإدارة المصرية في الفترة المقبلة أن هي بالفعل تتقدم بما لديها من أوراق وأدلة على أنه أردوغان. اتفضل. أنا يعني سأكتفي بهذا القدر لضيق الوقت. أسامة عبد العزيز، الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن التركي من القاهرة، شكرا جزيلا لك.